السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتزل النساء في المحيض، هل الاعتزال عدم نوم الزوج بجوار الزوجة أثناء المحيض هي في غرفة وهو في غرفة؟ لا طبعا، مقصود ذلك اعتزال الجماع، لكن كل مقدمات الجماع وكل الأكل والشرب وكل الحياة معها، وده كان عادة اليهود ولم تكن عادة المسلمين. كانت المرأة إذا جاء المحيض يعتزلون النساء ولا تأكل ولا تشرب معهم. فنزل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، بس فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤكل وتشرب وتتزر ويستمتع بها وتستمتع به. مش معناها المرأة الحساسة أن هي مجرد آسف يعني جسد، وإذا جاي لها العذر ده كأنها ضربة يعني، لا هذا ليس مقبولا يعني.